أعداد كبيرة من السياح تتوافد في الآونة الأخيرة إلى جهة وادي الذهب بالقويرة لتتمتع بالمناظر السياحية الطبيعية التي جعلت المنطقة وجهة مميزة في مجال السياحة على المستوى العالمي، سياحة لا تأتي بكامل ثمارها بحسب المتتبعين للشأن السياحي، خصوصا في ظل اعتماد عدد كبير من السياح على القوافل السياحية المتنقلة من أجل التنقل والمبيت. محمد الرزي ومحمد يداس أعدى الروبورتاج التالي. إلى وادي الذهب تتجه أعداد كبيرة من السياح كل يوم ليعيشوا تجربة مميزة من السياحة. سياح يسكنون وينامون بكل هدوء داخل قوافلهم ويتنقلون بواسطتها أيضاً. وسيلة تغني السائح عن أي فنادق أو مرافق للمبيت، مما يجعل معه المردود السياحي المالي من دخول السياح لهذه الجهة يثير معه أكثر من سؤال حول مدى وجود تأطير وتنظيم لهذا النوع من الوسائل التي تستعملها أعداد تتجاوز أحياناً المئات من السياح. فيما يخص الكرفان او السياحه من خلال يعني شاحنات متنقله، ظاهره اصبحت يعني في نمو مطارد بمدينه الداخله. يزداد عدد هذه القوافل يعني في بخصوص شهر ديسمبر وشهر في يناير وفبراير. السؤال المطروح بالنسبه للساكنه، ما هي مدى استفاده يعني الساكنه من هذه يعني من هذا النوع من السياحه؟ كما أكد لنا بعض المهتمين بهذا النوع من السياحة بعيدا عن عدسة الكاميرا، يأتي سياح بقوافلهم السياحية ويقضون أيامهم إلى جانب شواطئ خليج وادي الذهب ويصطادون ما كتب لهم من السمك ثم يبيعونه بسوق المدينة ويشترون بذلك ما يحتاجونه لحاجاتهم اليومية في انتظار قاعدة قانونية آمرة تؤطر وتنظم ما تخلى عنه ذوو الشأن في هذا المنوال. فعلا احنا نتفق معكم على اننا يجب تأطير تواجد هذه السيارات هذا في إطار بخلق مخيمات اللي تستقبل لي كارافان بالدرجه الاولى، وفعلا بدات ثلاثه نواتات لاستقبال هذه لي كارافان هادو. كيبقى الاشكال القانوني المطروح هو كيف فرض ولوج لي كارافان المخيمات اللي غادي تسكن لهم. القوافل السياحيه نعمة أحيانا لكونها وسيلة تساهم في إيصال السياح إلى المناطق السياحية بالجهة، لكنها نقمة أيضا إن ألبست ثوب عدم التنظيم مع الإهمال، فلا يصل لا بردها ولا سلامها لصناديق المستثمرين السياحيين ولا حتى جيوب المواطنين الذين يعتمدون على الأنشطة السياحية.